هناك العديد من الأمور التي لا تعرفها لأنك بالغالب لم تجربها. القلق من المستقبل والارتباك من المجهول هموم لا يخشى مواجهتها القليل فقط من البشر. في الغالب هم من يحملون رايات النجاح، وهم من استطاعوا إنجاز أمور يبدو من الصعب إنجازها. المقولة تقول لك الحياة حلوة، يعني هذا أسهل وصف لها. والحياة رحلة، يعني الحياة ليست عمل، الحياة ليست تجارة، الحياة ليست مال، الحياة هي خليط. جمال الحياة أنك تعيشها كرحلة ممتعة وتحافظ على ترتيب أولوياتك. الدكتور عبد الرحمن النصبان عاش قصة من التجارب والكفاح. لم يوقفه الروتين ولم تثنه المخاوف من أن يخوض غمار النجاح، وهي القصة التي سيرويها لنا لنرسم لوحتنا الخاصة بحياته في ألف ميل.